اهلا بحضرتك. اللي انا قلته ده حصل معاكي؟ ايوه. احكي لي كده. انا من ساعه ما هو توفى الله يرحمه انا عايشه في حالي، ما عملتش اي مشاكل. المشكله كلها بتدور ان هم عايزين يخرجوني من المكان اللي هو منزل الزوجيه. هم طبعا ايه سيطروا على كل الميراث، هو مش سايب الشقه دي بس، هو سايب البرج في 31 شقه، وسايب محلات، وسايب سيوله حوالي 1.5 مليون. هم طبعا خدوا كل الحاجات دي، وغير الايجار اللي بيلوموه كل شهر حوالي 50,000. انا ما خدتش اي حاجه من الحاجات دي خالص، قاعده في الشقه ماليش مكان تاني اروح فيه. كل الخلاف بقى على ايه؟ على ان هي هي كانت شريكه معايا تقريبا داخله بنسبه 230,000 لما جابها انا البرج الحاج الله يرحمه. فهي بقى لما جت الله يرحمه، لما جيت اوفى بقى هي بتقول انا ليا النص في البرج، وده مش صحيح. هي طبعا ما طلعتش اي اوراق تثبت كلامها. هي ورثت؟ هي كانت شريكه مع جوزها اللي هو جوزها. كام شقه؟ هو محدد لها اللي انا عرفته 6 شقق بس من غير الارض. خلاص، هي شريكه هنا في 6 شقق. هي بقى بتقول ان هي ليها نص البرج كله. هي كلامها يعني، هي ما طلعتش ورق يثبت كلامها لحد الان. نقطه الخلاف بقى ايه؟ عايزين يخرجوني من الشقه دي عشان ياخدوها. هي مش عايزه تديني حاجه تنفعني، هي عايزه تديني حاجات يعني حاجات اي كلام. ايه هي؟ من الاخر عايزه تديني مثلا شقق ايجارات قديمه. يعني كلها ايجارات قديمه ولا في جديد وقديم؟ لا، في جديد وفي قديم، وفي شقق فاضيه وفي شقق متباعه وهم خدوا الفلوس بتاعتها. كام شقه متباعين من 31؟ حوالي 5. 5 يعني النزاع على 26 شقه، وفي محلات وفي فلوس بره وفي ايجارات. كم محل؟ حوالي 3 محلات تقريبا. اللي هم تحت العقار؟ في شارع السوق نفسه، سوق العمر. هو المبنى فين؟ في ورق العرب، سوق العمر. طيب يبقى احنا بنتكلم في 26 شقه و4 محلات. ايوه. ايه تاني قلت؟ 1.5 مليون. سيوله دي، وفي تكاتك. سيوله ازاي؟ يعني فلوس سايله كده يعني، هي كانت في السوق واتجمعت وخدوها بعد ما توفى. هو متوفي بقاله 6 شهور. ايه اللي عرفك بيهم؟ او ايه اللي عرفك ان هم 1.5 مليون بالظبط؟ هو كان كاتب لي ورقه، انا بعد ما توفى كده بشهر لقيت ورقه في الدرج كاتب فيها لو حصل تضليل في 3 شقق متباعين، الشقه على 320 وبيع مخزن ب 200,000، قبض 100 كاش و100 تقسيط بتتقسط كل شهر بياخدوا 2.5 مليون. وفي فلوس ثانيه كانت بره، في فلوس ثانيه بره غير 1.06 مليون اللي انا بتكلم عليهم دول اللي هو باع بيهم الحاجات دي. طب هم ما ادوكوش حقك ليه في الحاجات دي؟ مش معترفين بيها وريثه، هم بيقولوا مرات الاب ما بتورث، هم بيدوني اضطرار، عايزين يدوني حاجات اي كلام، حاجات ما تنفعنيش. انا لما قعدت في شقتي، انا قاعده في شقتي على اساس ان انا ايه؟ لحد ما اخد ميراثي وامشي، انا كده كده مش عايزه اقعد يعني، مش عايزه افضل. فهي بقى فضلت تعمل محاولات عشان تخرجني او تطفشني من المكان، هي طريقه جوزي. ايه المحاولات دي؟ هي بدات اول ما توفى، بعد ما توفى بشهر، بعتت اولادها وناس قرايبها يعني يتخانقوا معايا ويخوفوني. يخوفوك ازاي؟ كانوا جايين يتهجموا عليا وكانوا عايزين يضربوني وفضلوا يشتموني وكده. طب ده انت اللي قلتي لاولاده ممنوع تدخلوا هنا؟ لا والله ابدا ما حصلش. طب أنا ليه الحاج الله يرحمه ما كتبلكيش الشقه بتاعتك؟ هو قال انا هعمل زي ابويا الله يرحمه، زي ما ساب كل حاجه انا هسيب انا كمان كل حاجه عشان ما اظلمش حد. وانتوا بقى هو وصى قال كل واحد ياخد نصيبه ومحدش يظلم التاني. كان ايه نصيبك؟ هو قايلهولك ادم وصى؟ لا هو سايب كل حاجه كده، احنا اللي نقسم بقى، كل واحد ياخد نصيبه وما يرضي الله. يعني انا مثلا ليا التم، نقعد بقى نتفاهم ونقسم مع بعض. مش محدد يعني، هو ما كانش محدد. انا ما خلفتيش، ده اضعف موقف فعلا. بس شقة الزوجية. ما خلفتيش ليه؟ هو نصيب يعني. انت اتجوزتي الحاج ازاي اصلا؟ اتجوزتيه كام سنة وانت كنت كام سنة؟ انا كنت 37 سنة وهو كان هو اكبر مني ب 11 سنة. يعني انا كنت متجوزة قبل كده يعني ومنفصلة. معاكي اولاد؟ معايا ولدين. بتشتغلي؟ لا، ست بيت. كان جايلك عريس ازاي بقى؟ هو الحاج يعني؟ جايلي عن طريق ناس معرفة يعني. يعني عن طريق معارف يعني. كان منفصل. هو كان منفصل من طريقته دي. والست دي ما ظهرتش في حياتك طول ال8 سنين؟ لا، اول مره اشوفها بعد ما توفى. ما جمعتنيش بقى ايه ابدا، ما حاولتش ترجع لطليقها؟ طلقت واتجوزت على طول بعده وخلفت يعني، عاشت حياتها. ايه اللي انت عايزاه وهم مش راضيين يدهولك؟ هما انا كنت عايزه افضل قاعده في شقتي كده. عظيم. ومحدش له دعوه بيا لحد ما الميراث يتقسم بما يرضي الله. هي بقى بتقسمه على اساس ان هي ليها نص البرج وعايزه تديني انا نصيبي بعد ما هي تاخد النص، وهي مالهاش النص، هي ليها 6 شقق بس. يعني هتديني نصيبي ناقص، فانا اخد نصيبي ناقص ليه؟ طب ما انا اسيبه كله احسن. انا كده بظلم نفسي وبساعد غيري يعني غيري انه يظلمني.
فانا ما قبلتش بكده. خلاص هو القانون هيقدر يحكم ان هي ليها نص البرج ولا ملهاش؟ طبعا هتضطر ان هي تطلع الورق. اه هتطلع الورق. عظيم. طيب انت بقى عايزه تفضلي قاعده في شقتك بعد الست شقق اللي يعني احنا كده بنتكلم في 26 شقه، هو باع من 26 حاجه؟ لا لا، هو باع خمسه بس من ال 31. يبقى 26، هي ليهم سته، يبقى بنتكلم في 20 شقه. ايوه صح؟ صح. هنتكلم في 20 شقه.